اسبوع جديد طلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده مش تبقى مطعم، طلعت الاسبوع ده تبقى اجدد اختراعات وافتكاسات الحلو في رمضان 2021. جبت لكم كل ما هو افتكاسات واختراعات في مطاعم الحلو كلها اللي في مصر اللي عاملينه في رمضان 2021. تعالوا بقى نشوف ايه الحلو فيهم والنص نص ولا اي كلام، اشتريت تاكل منهم ايه. اسعد حاطه كلها شامله كل حاجه ما ادفش عليها حاجه. لو عجبكم الطلعه دوس لايك القمر، لو مش سبسكرايب لو سمحت اعملوا سبسكرايب. يلا بينا. نبدا بلابوار. لابوار عامل 3 اختراعات السنه دي. دي اسمها بسبوسه فولكينو، بتبقى عامله زي المولتن كيك كده بس بسبوسه وجواها طبعا الشوكولاته، وجايبين معاها من هنا برطمان شوكولاته بره. ودي اسمها بانوفي بومب، بتبقى عباره عن كنافه وعليها طبقه كريمه وتوفي وشوكولاته. وده كنافة زبادي بالكريز. يلا بينا. بص البسبوسة لازم تسخن الأول، هندخلها الميكرويف تتسخن على ما نبدأ في دول. نبدأ بالبانوفي بومب دي. سيرفيز محترم. قطع كده حتة صغيرة بس يعني عشان حتة كبيرة، حتة صغنطوطة. مبدئيا كده هي قوامها دايب خالص في بعض. كنافة وكريمة وتوفي من فوق، شوكولا شوكولا، كنافة خشنة ومعاها طبقة كريمة، طبقة التوفي دي عليها عظيمة وفيها موز مكرمل كمان، حلوة قوي. طب الشوكولاتة دي كده ايه بالايه؟ خلينا كده هي دي البومب. بس عاملة ازاي؟ توفي مقرمش من الشوكولاته، جامده جدا. طيب نخش على بعده. ده بقى طبق صغير من الكنافه وزبادي وعليه كريز من فوق. ده تحفه بقى. الطعم كسر نفسه بطريقه قمر. ده كريز حادق، زبادي هادي، كنافه مسكره، تحفه. حلو قوي 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 ده قوي. خش على البسبوسه فولكينو، بركان البسبوسه. عامله زي مولتن شوكليت كيك بس بسبوسه. هوريكم انا بفتحها. كنت متخيل ان هي هتسيح بس يعني ايه الكثفه دي؟ يا لا ولا كثفتك يا حازم. هي ما سحتش. كنت متخيل ان هي بقى لو كده قطعت البسبوسه دي. دي مش حلوة خالص. ليه بقى؟ أولا دي مش بسبوسة، ده كيك عادي خالص. يعني ده اسمها بسبوسة فولكينو، المفروض بيبقى ده بسبوسة. ده كيك عادي مش بسبوسة. وحتى الشوكولاتة مش سايحة كده. كيك ناشف، مش جوسي كده ولوسي. لا مش عاجباني. دي قلشت دي. خش على سلطانة. سلطانة السنة دي عاملين شغل جامد قوي بقى. السنة اللي فاتت كانوا عاملين ايس كريم كنافة وحركات ولعب جامد. السنة دي عملوا ايه بقى؟ حاجة اسمها مدلعة. سلطانة مدلعة، بتبقى طبقة كنافة من تحت وايس كريم وطبقة بسبوسة من فوق وعليها من فوق ايس كريم ولوتس. شغل عالي قوي ده. يلا بينا نقطع بقى الكلام الجامد ده. نقطع يا ولدي. بس كريم بس ماشي مزك شويه. انا من عشاق سلطانه، بحب سلطانه جدا لان حاجتهم نظيفه جدا ولانهم دايما بيفكروا بره الصندوق. كل شويه اختراعات وافتكاسات جامده جدا، ودخلوا الايس كريم في حلو ما كانش عمره بيخش فيه قبل كده. هتطلع هتطلع. وكل ما اطلب سلطانه بحب قوي اطلب دايما البوكس ده، ده بيبقى فيه ايس كريم كون 4 وحدات ب 25 جنيه. جامد جدا.
حط بقى الايس كريم بتاعتك فيه وتهيص. ندوق بقى المدلعه دي، اوعي تجري بس. ايه ده؟ ايه ده؟ ده دلع بس، ده مش اي حاجه تانية والله. كنافه، بسبوسه، ايس كريم، كراميل صوص، بسكوت لوتس مفتفت. شنو؟ تحفه جامده لحد بعد بكره مثلا. رهيبه يا اسماء، مدلعه وهي مدلعه وهتدلعك فعلا. رهيبه فظيعه، الميكس تحفه مع بعض، مفيش حاجه فيه وحش، مش مع بعض مسطره. لكن حته تانية لازم ضروري. كلت ربع تورتيه وانا قاعد كده بجرب حته تانية. ليه بقى؟ عشان نستجرب الكون، مش عشان اي حاجه تانية يعني. الكون نقطع بقى دي ايه بيسس كده، قطع نحطها جوه الكون ده. والله ده دلع ما بعده دلع، ده دلع نفسك احلى طلع والله. كده بقى في كده. يا سيدي، اكتر حاجه عجبتني السنه دي لغايه دلوقتي. خش على بعده. نخش على تورتينا للسنة التانية على التوالي. تورتينا عاملين اختراعين السنة دي، واحد اسمه مدلوقة وواحد اسمه مقلوبة. دي المقلوبة بتبقى كنافة وطبقة كريمة وبسبوسة غالبا وتمر وكريمة بالفستق، ودي مدلوقة بتبقى بسبوسة مع طبقة كريمة وفستق. وهنشوف برضو بالظبط لما ندوق مكوناتهم ايه. يلا بينا نبدأ بالمقلوبة. ليه تورتينا؟ ان تورتينا كل سنة بيعملوا اختراعات عجيبة خصوصا في رمضان، يطلعوا لك بفكره كده يقلبوا بيها الدنيا. السنه دي عاملين مقلوبه كنافه وطبقه كريمه، مش عارف اللي فوق ده بسبوسه ولا ايه. انضرب الله الله. التمر البلح يعني المحطوط حلو، حلاوه مش طبيعيه. والكنافه مقرمشه، طبقه كيك اللي من فوق دي كنافه، طبقه كريمه، طبقه كيك وبلح وكريمة تاني وفستق. رهيبة. حلو، حلاوة مش طبيعية. رهيبة رهيبة. دي أحلى ولا لابوار؟ لا دي أحلى بكتير، دي شرقي أكتر بكتير من لابوار. لابوار التوفي والحركات اللي هو الشوكولاته المستورده وبتاع حلوه مش وحشه مع الميكس بتاع الكنافه حلو، بس نوع الكنافه بتاع لابوار الكنافه اللي هي فرط وخشنه، عارفين انتوا الكنافه دي؟ غير الكنافه بتاعت تورتينا، كنافه تورتينا احلى بكتير. كرمضان فدي اجمل مليون مره. خش بقى على المدلوقه ونشوفها اتدلقت ليه. ايه اللي دلقك يا شابه؟ الله. المدلوقه دي بتبقى بسبوسه وطبقه كريمي وغرقانه فستق. طبقة الكريمي دي ضايفة للبسبوسة جدا ومديها غناوة كده وطعم جامد، مع الفستق طبعا اللي على الوش، والبسبوسة نفسها دايبة وجميلة. حوار حوار. تكون من الصينية على طول. اتنين جامدين جدا، بس كرمضان المقلوبة دي فظيعة ملهاش حل. خلاويص خلاويص، اقول لكم بقى الخلاصة. لابوار اختراعاته حلوة وكل حاجة، بس مغرب حلويات رمضان، يعني حاجات فيها توفي
كارمل حركات مش عربي عربي اللي هو رمضان والحلويات الشرقي والكلام ده. حلو كل حاجه بس عيب الكنافه ان هي الكنافه اللي هي الفرط الناشفه دي، فدي ما بتبقاش جودتها احسن حاجه، اللي هي تبقى كنافه مفرطه ومش ماسكه في بعض دي خشنه، بتبقى حلوه وشغاله بس ما بتبقاش واو. كحلو شرقي اللي يكسب باكتساح تورتينا، تورتينا مالهمش حل، وده السنه الثانيه على التوالي مالهمش حل، اختراعاتهم رهيبه، ممكن يكونوا غاليين شويه بس كجوده حلو شرقي مالهمش حل، فظاع. المقلوبه دي قصه، اللي هي الكنافه بالكريمه بطبقه الكيك اللي من فوق بالبلح اللي من فوق رهيبه رهيبه رهيبه، مالهاش حل مالهاش حل، كيفتني بطريقه مش طبيعيه. المدلوقه حلوه برده كبسبوسه، بس لو اختار بين الاثنين لا المقلوبه اجمد بكتير، شرقي كده جامده. وطبعا سلطانه في حته تانية خالص، سلطانه دخل الايس كريم في حتت مش بتاعته اصلا، عمر الايس كريم ما دخلها قبله، خلى الايس كريم بقى شرقي وحلو في رمضان، وبجد عاملها تحفه. لو بتحب الايس كريم فملهاش حل ملهاش حل. بس كده هي دي كانت اجدد اختراعات وحلويات رمضان 2021. عجبكم الطلعه شير لايك القمر، لو عشان سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل حاجه بنزلها والبول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده، اشوفكم على خير. يلا سلام. Every single day.